جماعة شكون يعمل معايا غطسة ماشية الخدمة؟ تنفخت بالفارغ، نسيت اللي أنا ما نعرفش نعوم، هذا التونسي الوحيد اللي وصل للخدمة لاباس. إيش يقرب لك الملولي؟ ما ينفع فيها لا كبوت لا صحابه ولا بوك. حتى اللي ناوي يتعرس في الشتاء، شوفوا شوف تخلط على كعيبة كيما هكا في بلاصة الغاب، شوف لي حتى ذوما ماشيين للصالة زوز عرايس، أما مشي المكياج. كل عام هكا فيضانات والبلاد تغرق في قطرة ماء. قالكم الوزير تحب لها 10 سنين باش تصلح، شنو معناتها؟ ما نخرجوش ما نقراوش ما نخدموش، وبرا ما فماش كيران والمتروت واقفه والتاكسيات مقلوبه، نطالبوا وزاره النقل باسطول فلايك، وقتها نجم نشوفوا مواطن حارق من الباساجيرينا. اخي ما سمعتوش وزير التجهيز اش قال؟ الحقيقه ماهيش وضعيه كارثيه، لانه الحمد لله ما صارتش كوارث. تشوفوا الشعب قداش شيخ، فينيس جات اليد وفلوسه في مكتوبه، تكية الطيارات لا فيزا لا وتلا. ايطاليا اي ايطاليا بونجورنو بونجورنو. او ماما ميا الاولاد بنينا الباستا عند الكاروي في محمد الخامس بليسيمو. صحيح الفيضانات قضاء وقدر، اما الوزاره ما قعدتش مكتفه يديها، من الصباح قاعده تصب وتفرغ في الماء. العباد اللي شافت الفيديو ماشي في بالهم اللي هما يلعبوا، اما هما قاعدين يخموا في مصلحة الشعب، قاعدين يصفيوا في الماء، مش كي تتبل ما تمسخش حوايجك. اي سيدي نمشيو ما ابعد، المسؤولين من محبتهم في الشعب، اللي ما مشاش البحر في السيف جابت له البحر لدارو. انت تبدا قاعد في الصالة والماء يطير بيك، والبنات اللي مصوروا ساقيهم هبطوهم على انستغرام في السيف جاتهم الفرصة. وكان احفر في الكياسات طاحش فيهم حد، الدعثرش فيهم حد، المواطنين بخا كما قال الوزير. شكون حط حد مرضية في الكياس؟ تذكروها الحفرة في الكرم اللي عملوا لها عويدة؟ هذه لازم هربوخ. المقاول اللي أنجز الطريق هذا من خيرة مقاولات تونس. المقاول اللي أنجز الطريق هذا من خيرة مقاولات تونس. قضاء وقدر، الناس بيت على السحاد فوق ديارها اللي غرقت، والوزير يقول لك المواطنين بخير. الناس كرهبها هزها الماء، التكسيس اللي مشاش يخدم ومشاش يسترزق شكون باش يعطيه؟ كل عام نفس الحديث. الحمد لله أرواح مواطنينا وإن شاء الله بيصير كان الخير، وحتى معنى الممتلكة العامة. لم نسجل خسائر لا بشرية ولا مادية والحمد لله. مادية موجودة. يلزم صبر تقريبا ساعتين. أوكي ساعتين. 3-2-1-0 of Operation Iraqi Freedom. This is what it looked and sounded. وفي وشي هالساعتين؟ الساعتين اللي تحكي عليهم ينجموا يموتوا فيهم باش صغار وعبيد من الماء والمطر، وقت اللي انت تبدا راكش في بيرو. هنيئا لمن توفاله شكون في الفيضانات هذيا، هنيئا لك عندك ان شاء الله زوز حوريات في الجنه، هنيئا لك. والله ساعات تفي برشا يخلي الفكره تتخمر اكثر من اللازم في المخ. ما تطلع تصريحات كان كيما هكا. الفيضانات في تونس والشتاء بسبب العري والقري نتاعكم، ربي سخطكم، ان شاء الله تتهدوا شويه، ان شاء الله تنحيوا الفساد شويه. اما مخيبك يا صنعتي عن تغييري.